فخامة الرئيس ميشيل سليمان، حكومات متعاقبة، كان ببيان الوزاري في جيش وشعب ومقاومة، فجأة طلعت بتصريح قلت له المعادلات خشبية، الناس ما فهمت شو صار. هلا ما بدي ردك على خطاب القسم، هلا بعد شوي بردك على خطاب القسم. المعادلة الثلاثية جيش وشعب مقاومة اتصارت بالاتفاق بيني وبين رؤساء الحكومات المعنيين، وأول واحد ساعدنا الله يرحمه وجله رحيله روحه نائب نسيب لحود، هو اللي ساعد بإيجاد هذه الصيغة، وتبنينا هذه الصيغة ودفعنا عنها، وما نزال محتفظين بهذه الصيغة لغاية اتفاق على الاستراتيجية الدفاعية اللي هي هودي لبنانيين، ونحن نعتز، أنا قلت بخطابي بنعتز بعملهم وبطولاتهم، ولكن نحن بدنا نحرص على عدم إدخالهم بالزواريب الداخلية وتضييع إنجازاتهم وتضحياتهم بالسياسة الداخلية، لذلك لازم نعمل استراتيجية دفاعية. هي مكتوبة بخطاب القسم، كلهم بيعرفوها من يوم اللي قلتها. قلت أنا نشأت المقاومة بسبب عدم وجود الدولة وكذا كذا، وأشهدنا بإنجازاتها وإننا لازم نعمل. اللي صار مش أنا طلعت من المعادلة، أنا بعدني مع المعادلة لغاية ما نعمل استراتيجية دفاعية، والاستراتيجية الدفاعية طلبتها كل هيئات الحوار، وقدمت استراتيجية مهمة ومقتنع فيها. أنا طلعت ضد حزب الله مش ضد المقاومة لما راحوا على سوريا وانخرطوا بالقتال السوري، وهذه القصة طويلة جدا، لأنه بالأول نحن لما انخرطوا بعض مجموعات السنة بالقتال بسوريا عملنا كل التدابير لمنع هذا الموضوع. عملت إعلان بعبدة، أنا رحت على دول الخليج وكان معي وزراء شاهدين يعني من كل الميلات، كان معي برمت على رؤساء وملوك ودول الخليج وقلت لهم أنه لا يجوز أن يكون لبنان ممرا للتدخل بسوريا، ولا يجوز إنشاء مناطق عازلة لتمرير السلاح أو كذا. وكان طبعا في بعض المسؤولين الخليجيين متفاجئين أنه كيف بدهم يدعموا المعارضة، قلت لهم ليس من لبنان أبدا، نحن قرانا مختلطة، قرانا متنوعة، نحن ما نستطيع نتحمل هذا الموضوع. فعلا التزموا وغيروا بعدين، وقمت بالجلسة الحوار، دعيت على جلسة حوار بعد فترة. كان طبعا المستقبل مقاطع انت بتعرفي، واذ طلع بيان من ديوان الملك السعودي وانا تفاجأت فيه بأيد الحوار. اجتمعنا على الحوار وصغنا اعلان بعبدة، ناقشناه، ما بدي اعيد الخبرية، ولكن انعمل بحينه من وهذا الكلام حكيناه نحن وفد حزب الله لما نجوا على العزاء، عملناه بحينه لأجل منع المعارضة الشباب السني اللي عم بيروح بيقاتل، ولكن لم يكن منظما، كانوا شرازة. مشان هيك وقتها مضيوا عليه حزب الله، اعتبروا منهم معنيين ما حيدخلوا بالأتون. مضيوا عليه بكل طيبة خاطر ومقتنعين فيه 100%، وهذا أنا مسؤول عن كلامي، ولكن غيروا بعدين، بيعتبروا هن أنه الفريق الآخر استعمل هذا الإعلان بعد لقضاء حاجات أخرى، استحقات أخرى، صار يتمترس وراي، ساعتها هن تنكروا. بكل الأحوال أنا ما قلت المعادلة الخشبية، بكل الأحوال كيف أنا قلت أنا كان عندي خطاب بالكسليك قبل بليلة، بيجي رئيس سلام بيقول لي فخامة الرئيس بدنا ما نحط بيان إعلان بعبدة بالبيان وزارة، قلت له كيف؟ قال لي ما فينا، لا ما بدنا نحطه وما راح نحط المعادلة الثلاثية، يعني معناتها كانوا متفاهمين على القصة. أنا رايح قلت له طيب أنا بعد عندي 3 أشهر ما بدي أعرقل الحكومة، طيب بس انه انا على بعض بدي اتابع فيه بالسياسه، قال اكيد اكيد هذا ما في مشكله. رحت على الكسليك، طيب الشعب مأيدني بإعلام بعبدة، شو بقول له؟ بقول له تركت إعلام بعبدة وجيت؟ قلت لهم تعوا لنطلع، عم بتوجه للسياسيين، تعوا لنطلع من المعادلات الخشبية، وهلا على التلفزيون سمعتها طبعا معادلات خشبية، المعادلات مش معادلة واحدة، الجام لا مش هي المقصود، لا لا طولي بالك طولي بالك، كيف بدنا نقصد؟ اغلي اغلي وشرب حبره، مين مقصود؟ مقصود الرئيس طبعا. ما طيب انه لا هي قبل اجت مش بعد، الخشبيه اجت بعد منها، المعادلات الخشبيه، واذا خرجنا من تجاوزنا اعلام بعبدة فاطمة انه فهو اقوى من البيانات الوزاري، اذا اعتبرت اعلام بعبدة معادله مثل المعادلات هي، تعطوا نخرج منها تنعمل بيان وزاري، هذا اللي قلته. غسلتوا طيب القلوب. سؤال المعادلة، تنفترض معادلة المقاومة، مين بتشمل؟ بتشمل الجيش والشعب والمقاومة، ما هيك؟ معقولة أنا أتوجه للشعب بهذا الكلام؟ أو للجيش؟
لا تعتبر للمقاومة، لأنه هن تركوا المعادلة وراحوا تدخلوا بسوريا. أنا كنت عم نعمل استراتيجية لنضبط التدخل هون لحتى ما تفلت البلد وتكون بأمرة رئيس الجمهورية. اليوم شو وضع العلاقة؟ راحوا تدخلوا بسوريا فخامة الرئيس اليوم حزب الله بعد كل اللي عظيم انحكى. عظيمة العلاقة، وأنا بوجه كيف عظيمة بعد اللي عملوه حكيوا وقالوا؟ أنا بوجه لهم تحية، اجوا لعندي و12. ليه ما اجوا بايام العزا العادي؟ ما بهم، ما اجى اي حدا، ما بهم، اتصلوا فيه. ايه بس بعدين لما نستلحق ونجي على البيت ونفتح حوار، كل مين له ظروفه. اتصلوا فيه وعزوني واجوا لعندي بتعزيه رسميه بالمنزل وعملوا تصريح على الباب وتناولنا هالموضوع من كل جوانبه، انه هذا الموضوع حصل هيك، كان في تسرع بترجمه الكلام انه مقصود المقاومه. انا ما زلت داعم المقاومة بس ضمن استراتيجية دفاعية قدمت فيها بناء لطلب المتحول. بعدك على رأيك بالقتال في سوريا بعد ما البعض شاف يعني أبداً شو عم بيرتكبوا؟ أبداً أنا ضد هناك. أنا ضد، وقلت لهم أنا أرجوك، أنا أرجوكم تتركوا سوريا، تعوا على لبنان، نحن منضب على بعضنا. كيف بتضيع القديمة أيام اللي في غزوات؟ شو كانوا يعملوا؟ كانوا يلزقوا البيوت ببعضها تيحموا حالهم. طب نحن ناس بسوريا وناس هون وناس، تعوا منضب على بعضنا، نحن ما منخلي الإرهاب يفوت على بلدنا ولا نتفي. إذا كانوا اللبنانيين موحدين، أنا إيه طبعا، وأنا عندي ثقة بأفراد المقاومة من هالناحية بشكل كتير كبير. وإذا قلت برموش العين كنت عم بقولها بكل وعي، والآن أقول لا للتدخل بسوريا، نعم لتطبيق إعلام بعبدة بأسرع وقت ممكن. وهذه الأزمة بلبنان لن تحل إلا بالعودة إلى تطبيق إعلام عبدة. طيب بس اليوم رغم القتال في سوريا هنالك استقرار نوعا ما في لبنان، عظيم، ما عاد في حتى حكي بالموضوع مثل أول فترة وأول الدخول. بتحس أنه خلص شو بدل؟ بدل أنه كل شيء عم بتأقلم معه. تقلك شو بدل؟ بدل أنه اللبناني مواطن أكثر من المسؤولين عنه، عنده حس المواطنة وبده يعيش بسلام، وبدل أنه الطائف عمل شبكة أمان سياسية على لبنان، خلقت بهالظروف الصعبة. على كل بدي أقول لك شغلة، إذا نحن ما بنستفيد من هالثلاث أربع سنين لنشوف أنه الجيش ما انقسم، الجيش الوحيد اللي حارب الإرهاب وضحى واللي رحلوا شهداء، أنه المواطنين ما قتلوا بعضهم رغم التوتر اللي بينحكى عنه سني شيعي، بس ما فاتوا بعضهم، ما حدا حضن الإرهابيين. وهيدي يعني طبعا دائما يقال أنه لبنان، واللبنان تبين أنه ما في بالزمان قالوا بدهم يعملوا حجز بجوني، قلت لهم ما بيعملوا شيء، بدهم يروحوا على البحر من طرابلس، طرابلس خذلتهم كمان. البعض بيشوف انه القتال في سوريا عم بيحمي لبنان من نقل المعركة الى لبنان. وبدي اذكرك بنقطة يمكن منا كتير مرتبطة، لما طلع وزير الدفاع يوما فايز غصن وقال في قاعدة بلبنان، وقلتوا ما في قاعدة بلبنان، حضرتك بعتقد كان لك تصريح رسمي كمان لتقول انه لا يوجد، ما ثبت الوقت انه لا كان على حق وهنالك تأييد بعض الاحداث اللي شفناها يعني باكثر يعني من مطرح كان او منطقه. ما بدي جاوبك على هالسؤال بكون عم بخفي حقيقه. وزير دفاع بحترمه كثير وبحبه، رجل صادق ورجل وطني. ب 21/12/2011 قال انه في قاعده، قالها بمجلس وزراء، كان قايلها باليوم بمكتبه، قالها بمجلس وزراء. قلت له كيف؟ حط لنا الروايه. قلت له طيب اوكي ضروري بدنا نعالج. طلبت قاده الاجهزه فردا فردا، سألتهم قال لا. كلهم؟ كلهم سوا، هلا بعد لك اياهم مني تتعرفي مني. بجلسة اللي بعدها ب 28 شهر، هو عم يسمعني إذا في غلط يقول، ب 28 شهر بكرر هذا الموضوع، لأنه ما بعرف إذا فات عليه ضغط سياسي بهالقصة. مطلوب منه يعني؟ ما بعرف، كرر هذا الموضوع. قلت له أنا استطلعت آراء القادة، كلهم الأمنيين بيقولوا لا، على كل طالما عم بتكرر أنت وزير دفاع، بكره مجلس أعلى الدفاع. تعا يا وزير دفاع دغري، قلت لهم وزير الداخلية وزير المالية الأعضاء اللي هن بالمجلس، تعا يا قائد الجيش تعا. جلسة كانت صريحة محضرة موجودة، مين ما كان بيطلب المحضر بيلاقيه يمكن على الانترنت محطوط. لا اني سرية، سرية سرية اوكي، بس انه انا بعرفهم. قائد الجيش الأمن جان أهوزي، أشرف ريفي كان قائد مدير عام قوى الأمن، لواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام، جورج أرعى شو اسمه، وبعد في سلطات أخرى، كلهم قالوا ما في قاعدة بلبنان، في بعض الأفراد غير
المنظمين يقومون بنصرة القاعدة عبر تهريب بضائع وجمع أموال وتهريب أسلحة، وقلنا لهم من هلأ ورايح بتجتمعوا بالجمعة مرة أو مرتين الأجهزة الأمنية لتمنعوا هذا التهريب، لأنه هذا بضر. هذا موضوع القاعدة، ما حدا يحكي ولا كلمة. قائد رئيس الجمهورية عنده سلطات، عنده أجهزة بيسألها بشكل رسمي، وفي محاضر خطية ومكتوبة وفي تسجيل بالصوت، مثل وقت اعلام بعبدا في بعض الناس قالوا نحن ما ناقشناه، غلطوا بين الاستراتيجيه الدفاعيه وانا نحن ما ناقشناه، ما حكينا فيه، اعطونا الورقه وخدناها. بالجلسه اللي بعدها فتحت المسجله وبين فيها انه اعلام بعبدا تقرر، ورئيس بري وموجه له تحيه كان بهذيك الجلسه ارى المحضر عده مرات لحتى ما بعدين يطلع ويقول انا تنكرت، انا ما قلت هيك وانا ما سمعت هيك. كلهم سمعوا، كلهم اشعوا وكلهم وافقوا. كذلك الامر باجتماع مجلس اعلى الدفاع، كلهم قالوا ما في قاعده. رغم ذلك شددت على التدابير. انا مارست قياده القوى المسلحه بشكل دقيق. انا كنت شوفهم بالجمعه مره او مرتين للقاده، وكنت على اطلاع بالمعلومات حالي بحالي. لحد عنك بعض الامور على حاله بالنسبه للبنان، يعني في بعض الاشخاص المناصرين المبيعين، ولكن لا يوجد تنظيم. لا بدي جاوبك على قصه في منهم بيقولوا روحتوا لهونيك بتمنع التكفيرين، هذا كلام مش مظبوط. روحت حزب الله الى سوريا. كل تكفيري او كل متطرف يحارب من قبل دين غير دينه بيزيد تطرفا، واذا قتل بيطلع اولاده 10 بيصيروا متطرفين. انا ما بدي احملهم مسؤوليه مجيء التكفيريين، انتبه انا يعني دقيق، انا ما حملت حزب الله روحته على سوريا جاب التكفيرين، بس انا بدي حمله مسؤوليه تفكك الوضع بلبنان اللي كاد ان يذهب بلبنان، والحمد لله هلا تم تداركه. الثقه بالجيش، ثقه الناس بالجيش، ناس يقولوا ليه هون مش هون، ثقه العسكريين بقيادتهم، وجود بيئات حاضنة صغيرة والحمد لله ببعض الأماكن، أو إذا ما بدي أقول حاضنة 100% غير مبالية صارت، إنه يا أخي طيب أوكي هودي منيح ماشي الحال، أحو فيها هونيك ناس عم تحمل سلاح وتروح على سوريا، ليش نحن هودي؟ صار في بعض هالحالات، وكنا عم نراقبها كيف عم تنمى من جراء التدخل في سوريا. لذلك وآخر شيء التوتر السني الشيعي، ليه؟ هيدي أربع نقاط الحمد لله. ليش قلت لك اللبناني أقوى منا؟ اللبناني مواطن أحسن منا، هذا قدم ثقته بهذا النظام بهذا الدستور، ثقته ببعضه بده يعيش مع بعضه. مش مزبوط بدنا نعمل له رينج ونقعد مقابله نتقاتل أنا وياه، إنه شو قال له لك شو قال له، مثل هلا إنه حكيوا علي عم تسأليني جوابت إنه هلا ناس إنه هيك بدها بدها تنبسط فينا، او بدها اكل، بدها شرب، بدها مكافحه فساد، بدها يفوتوا الشباب على الدوله ياخذوا وظائف فرص عمل، شو بدها؟ هذا الشباب اللي بين اهميته بلبنان. نعم، خلينا نتوقف مع فاصل اخير، لان بعد الفاصل بدي اسالك ماذا تحضر للمستقبل؟ حزب سياسي، سمعنا جبهه، سمعنا خيار ثالث، بدنا نسمع منك فخامه الرئيس كمان الهبه السعوديه والهبه الايرانيه، عاشت المملكه، لم تعش ايران، لنشوف ليه. فاصل ونعود.